باعتبار ان احنا دايما بنتكلم وبنعيش معاكوا الايام واليوم بطوله وبعرضه زي ما بيقولوا، فالجو زي ما احنا شايفين بيأثر على كله، بيأثر على ازاي التقلبات، مثلا اللي يجي له برد، اللي احيانا يجي له مثلا التهاب في الحلق زي ما بيقولوا. عموما فصل الخريف، ومعروف اليومين دول ازاي الناس كلها احيانا ممكن واحد يصحى من النوم يلاقيه بيشتكي من احتقان في الزور من غير ما يكون في اي سبب قبل كده، ولكن هي الفكره بيكون ان هو اتعرض لبرد بالليل او بالنهار ايا كان. المهم فبيكون في اسباب معينه، ولكن في طرق معينه هنا بقى هي للعلاج، ودي اللي تهمنا. اللي حصل حصل خلاص. هي كمان الناس اللي عندها حساسيه، حساسيه مثلا جيوب انفيه او حساسيه صدر مع التقلبات في الفصول او يعني كده، بيحصل لهم مشكلات خاصه بقى ان احنا احيانا نشغل التكييف، احيانا نقعد من غير تكييف، نلبس جاكيت من غير جاكيت. الموضوع يعني اليومين دول اليومين دول غريب حبتين، لكن طبعا علشان نكون بصحه افضل فبالتاكيد لازم مناعتنا تكون عاليه وكبيره. ازاي بقى ممكن تكون بالشكل ده؟ من خلال كتير من المشروبات السحرية يا أحمد، يعني يمكن المشروبات الدافية اللي بناخدها على ريق وأبسطها، مثلا إنك تاخد كوباية مية دافية عليها عصرة ليمون معاها معلقة عسل نحل. صحيح، دي أبسط حاجة، دي واحدة من ضمن الوصفات. ولكن برضو كمان في البعض بيتكلم ان ممكن نشرب نعناع او ينسون، في مشروبات تانية ممكن ان احنا نستفيد بيها علشان نعزز المناعة ونحل مشكلة الاحتقان. ناس كتير ما تعرفش قيمة المشروبات دي، او اصلا ما يعرفوش ان المشروبات دي بتفيد في الجزئية دي. خلينا نتعرف في الانفوجراف ده لقائمة من المشروبات نقدر ان احنا من خلالها نعزز المناعة وكمان نحل مشكلة احتقان الزور، ونرجع لكم مرة تانية.